اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا ونعلق عليه ونوضحه لحضراتكم، ونبتدي بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر واللي بيقولوا كواليس جلسه الكابتن محمود الخطيب مع كولر قبل سفر الاهلي الى تونس. يعني كواليس اتكلمنا فيها امور يعني بسيطه جدا، والكلام على المباراه والفتره اللي جايه واهميه المرحله، ويمكن المعلن طبعا من النادي الاهلي ان تم مناقشه احتياجات الفريق الفنيه والاداريه، وده بيبقى كلام مهم جدا قبل انطلاقه اول مباراه في الموسم، فالامور طبيعيه يعني. فده بخصوص خبر كابتن محمود الخطيب واجتماعه مع كولر وايضا كابتن سيد وجامبريلي مساعد كولر. لسه مع الوطن الرياضي، مش عارف هو الخبر فات كان مع الوطن برضه ولا لا، كان مع المصري اليوم. طيب احنا نروح للوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ثلاث انديه تتصارع التعاقد مع موهبه الاهلي بعد موافقه كولر على رحيله. ما قصدهم على مين؟ قصدهم على زياد طارق. في كل الاحوال مفيش حاجه رسمي حتى هذه اللحظه، من الوارد ان زياد يخرج، ده كله بيبقى طبقا لرؤيه او للرؤيه الفنيه بتاعت الراجل ده كولر، هو اللي بيحدد طبقا للفتره اللي فاتت والمعسكر المغلق واللاعبين الموجودين والتعاقدات اللي تمت او اللي قد تتم خلال الساعات المقبله. فالراجل بيشوف وبيقيس الوضع ايه ويشوف مين المحتاج يكون مكمل ومين اللي هو شايف ان الافضل يخرج اعاره فيكتسب خبرات فيعود كعنصر مفيد بالنسبه للنادي الاهلي في المواسم المقبله. فلو كولر شايف ان زياد يطلع فخلاص ده قراره، اكيد ليه كل الاحترام والتقدير، ونتمنى كل التوفيق لزياد طارق في مهمته المقبله او مشواره اللي هيكون مؤكد على سبيل الاعاره لمده موسم ايا كان ايه هي الانديه. بس لغايه دلوقتي يا جماعه مفيش اي حاجه رسمي من النادي الاهلي، وده خبر موجود على الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك. نروح كمان لبطولات واللي بيتكلموا في نفس الخبر وبيقولوا ان كولر وافق على اعاره زياد طارق ومناقشه عروض رحيله عن الاهلي، كما طلب مهله لمده 48 ساعه لحسم مصير محمد فخري. يعني ال 48 ساعه هم هيكونوا حاسمين في بعض الملفات المهمه بالنسبه للفرقه، ان شاء الله باذن الله تكون القرارات كلها في صالح الفريق، وكل الدعم والمسانده لكولر ولوجهه نظره. والامور في الحقيقه يا جماعه مبشره للغايه، مبشره للغايه، بس برضو تاني هعيد واكد ان الاهم الملعب، الماتش الرسمي ايا كان قدام مين نظهر بشكل جيد مع وضع في الاعتبار، وده امر مؤكد جدا ان المنافسه يا جماعه مش سهله. انت عندك منافسات صعبه جدا على الصعيد المحلي ده مؤكد، وعندك تحدي مهم قوي ان انت ازاي ترجع بطوله الدوري بعد غياب سنتين، عندك منافسه صعبه جدا على الصعيد القاري وده مؤكد، وتحدي كمان مهم جدا ان انت ازاي ترجع بطوله دوري ابطال افريقيا اللي اتسرقت منك يعتبر. يعني بلاش اقول اتسرقت، يعني انت للاسف ما كانش عندك تكافؤ فرص في مباراه النهائي لاسباب كتير اكيد حضراتكم عارفينها، لكن في كل الاحوال برضو انت عايز ترجع البطوله دي لان هي مهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ومهمه للنادي. فبالتالي التحديات كتيره قوي. كل الثقه والدعم لكولر، ان شاء الله يظهر بالشكل الجيد اللي بيتمناه كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. نروح لخبر اخر وده من الاهرام وحسابهم على فيسبوك، بيقولوا كاف يؤكد للاهلي عدم ايقاف سولاي. يمكن كان في كلام كتير عن سولاي هيتوقف بعد موضوع الميداليه في المباراه النهائيه وكلام من ده، لكن لحد دلوقتي مفيش ايقاف بالنسبه لسولاي، ولو كان في ايقاف كان الاتحاد الافريقي ابلغ النادي الاهلي. كولر كمان يركز على مواجهه المينستيري، ده امر اكيد، والفريق يعود للتدريبات، ده اللي حصل النهارده الصبح، واستمرار غياب بيرسي تاو لكن بيقترب من العوده، وغموض موقف شريف، شريف بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي مفيش غموض ولا حاجه، واكيد هو يعني تحت امر الجهاز الفني، الجهاز الفني يقول شريف هيلعب يلعب، موجود على الدكه موجود، كل حاجه بتتعلق بكولر هو الاضرب يعني. ده بخصوص ترند الاهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.